بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين لإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم يا قابض ويا باسط، يا من لا يمنع قبضه بسطه ولا يمنع بسطه قبضه، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي قبضت الأكوان من علمك في روحانيته، وبسطتها به في الوجود بسر صبيان رحمة روحانيته، صلاة تقبضنا عن كل ما يشغلنا عنك، وتبسط لنا بها كل ما يقربنا منك، فنزداد بسطة بالعلم والرزق والعافية مع القيام بواجب الشكر في حالتي القبض والبسط. فلا نجهلك في شيء، بل نتعرف عليك في كل شيء، فنكون بها من أهل وحدة الشهود للملك المعبود، فأينما تولوا فثم وجه الله. اللهم يا خافض أهل الضلال والغواية، ويا رافع أهل الهداية والاستقامة، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي خفضت به كل من عصاه، ورفعت به كل من أطاعه واتبع هداه، صلاة ترفعني بها مع الذين أنعمت عليهم، وتخفضني أمام نفسي فلا أتعالى بها على أحد من خلقك، ولا أرى لها حقا إلا ما أوليتني بمحض الفضل والإحسان، يا حنان يا منان، وما بكم من نعمة فمن الله. اللهم يا معز من أطاعه، ويا مذل من عصاه، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، أعز من خلقت من عبادك، ومن عصاه أذل من خلقت منهم، صلاة تعزني بها بكفايتك عن خلقك، وبطاعتك ومعرفتك عن معصيتك، وتذل بها نفسي وشيطاني وأعدائي، فلا يكون لهم علي سلطان شهوة وهواية وقهر، يا عزيز يا قهار. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام المحدث الحافظ الورع سيدي أبي محمد عبد الله ابن جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وزواره في الدارين، آمين. الحديث 48، حديث جواز الدعاء في الصلاة، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عن خير، للإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الدعاء اتخذه العلماء بعد التشهد قبل التسليم في كل صلاة، وفي رواية ظلما كثيرا، وفي رواية تانية ظلما كبيرا، وعشان كده إذا استعملته في الدعاء تقول ظلما كثيرا كبيرا، للجمع بين الروايتين، ظلما كثيرا كبيرا، يعني عند الدعاء تجمع الروايتين، لكن عند الرواية فرواية البخاري كثيرة، رواية أبي داود والترمذي كبيرة. ظاهر الحديث يدل على جواز الدعاء في الصلاة وفضل هذا الدعاء المذكور والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول: طلب التعليم من الفاضل، وإن كان الطالب يعرف ذلك النوع. سيدنا محمد هو الفاضل أفضل الخلق، وسيدنا أبو بكر مع فضله هو بالنسبة للنبي مفضول، واضح؟ سيدنا أبي بكر يعرف أدعية كتير بحكم ملازمته للنبي، ب
بحكم سبقه للإسلام، وبالرغم من ذلك يسأل النبي معالمه دعاء يقوله في صلاة، يبقى دليل أنه يريد دعاء مخصوص يأخذه من فم النبي ببركة النبوة وأنوار النبوة يجمع فيه خيري الدنيا والآخرة. وعلى شكل فيه طلب التعليم من الفاضل، وإن كان الطالب يعرف ذلك النوع، الطالب اللي هو سيدنا أبو بكر ويعرف نوع الدعاء كتير، ده ليه أدعية كتيرة، يعني أدعية أبي بكر مكتوبة في كتب الأدعية كتيرة جميلة، كان من أفضل من ناجى الله من الصحابة سيدنا أبي بكر، له أدعية جميلة في أدعية الصالحين متجمعة كده. لكن بالرغم من كده هو يريد أن يكون له ميراث من النبي مباشر. يؤخذ ذلك من قول أبي بكر رضي الله عنه: علمني دعاء، وهو معلوم أنه يعرف من الأدعية ما لا يعرف غيره، من وجهين: من أجل فصاحته وقوة إيمانه، ومن أجل كثرة ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن رغب في زيادة بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا بحث، وهو لما قال في صلاتي ولم يقل أدعو به مطلق، أنت ممكن تدعي ربنا في أي وقت في الصلاة وغير الصلاة، لا ده يقول له في صلاتي، لأن أرجى قبول الدعاء يكون في الصلاة كويس، فهو عايز دعاء من النبي يحطه في أرجى وقت، يبقى ضامن القبول من جميع الجهات، إسناده للنبي ثم يضعه في أفضل وقت وأفضل حال للإنسان اللي هي في الصلاة، ده دليل فقه زينا فقه العالي. ولم يقل أدعو به على الإطلاق، فالجواب أنه إنما قال ذلك لأن الشارع عليه السلام حض على الدعاء في الصلاة بقوله عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من الله إذا كان في الصلاة، وأقرب ما يكون في الصلاة إذا كان ساجدا وبطنه جائع، يعني بتبقى الشبعان عشان تبقى حاضر مع الله، وانت لو جعان جوع شديد هتبقى مش مع الله، جعان قوي، ولو شبعان جوع شديد شبع شديد هتبقى مع جسمك، وايه والارتخاء اللي بيصيب الانسان عندما يشبع عايز ينام كسل، لا الاحلى حاجة هو الوسط، تبقى بطنك كده لا انت طالب اكل ولا انت عايز تاكل، دي احلى اوقات العبادة، تبقى رايق يعني، تبقى مع الله بقى خالص مش مع جسمك. اقرب ما يكون العبد من الله اذا كان في الصلاة، واقرب ما يكون في الصلاة اذا كان ساجدا وبطنه جائع، فاكثروا فيه الدعاء فقامين ان يستجاب لكم، اي حقيق قامين ان يستجاب، يعني حق ان يستجاب. الوجه الثاني: يترتب على هذا من الفقه أن ينظر المرء في عبادته إلى الأرفع ويتسبب فيه، يعني يشوف أرفع عبادة إيه وأعلى عبادة إيه ويهتم أوي بيها المرء، يشوف أعلى عبادة ويركز عليه، يبقى لازم الواحد المسلم يكون فقيه في دينه، يعرف حجم العبادات المختلفة ويقوم إيه يلتزم مع العبادات العالية، فهم؟ فسيدنا أبو بكر يقول في صلاتي أرفع حال العبد وهو بيصلي، أعلى حال العبد وهو بيصلي، في حال القيام هو أقوم ما يكون في حال القيام، علشان كده فيها القيومية، يقوم يقرأ قرآن، يكون أهل أن يقرأ قرآن وأقائم، يعني حال القيام حال ربوبي، لأنه قال قيام السماوات والأرض، قيوم السماوات والأرض، فحال القيام لأنه ربوبي يليق قراءة القرآن، فطول ما أنت قايم بتتمثل بالربوبية اللي هو إيه؟ ربك بيخاطبك بالقرآن اللي أنت بتتلوه، إذا ركعت بدأت تبقى عبد بقى، فما ينفعش تقرأ قرآن لأن القرآن ما يليقش فيك وأنت لسه خاضع كده، هنا التسبيح بقى، هنا بقى ذكر إيه؟ العبودية. شكل النبي نهانا أن نقرأ القرآن حال الركوع وحال السجود، حال الركوع وحال السجود ده مش حال قيومية، ده حال خضوع عبودية، يبقى سبح واحمد واستغفر واطلب من ربك، فهم؟ عشان كده القراءة تكون في حال القيام، لأن القيام فيه تجلي ربوبي على العبد، تجلى عليه بالقيومية فقام،
وتجلى عليه بالكلام فتكلم، وتجلى عليه بكلامه فنطق. الله، ده في تشبه بالربوبيه خالص اهو. ده قاعد ربنا بيجري كلامه على لسانه، يبقى في تجلي على اللسان وتجلي على الجسد كمان بالقيوميه والقيام، فيبقى ده يليق بالقران. فاذا سجدت تكون اخضع ما تكون، اي اعبد ما تكون. وطالما تحققت بذل العبوديه، كلما تحققت بذل العبوديه وانكسارها، كلما تقرب اليك الله، كان الله قريب منك. يبقى انت بتتقرب الى الله بالعبوديه، والله يتقرب اليك بالربوبيه. واضح؟ في حال القيام يتقرب اليك الله بالربوبيه ويتجلى عليك فتناجيه بكلامه لا بكلامك انت. فاذا خضعت وانكسرت تجليت انت الى الله وتقربت اليه بذل العبوديه. فده وقت السؤال بقى، ده هنا وقت الايه؟ السؤال والدعاء. يترتب على هذا من الفقه ان ينظر المرء في عبادته الى الارفع ويتسبب فيه بمقتضى الحكمه الشرعيه، وان كان الدعاء كما تقدم في الحديث قبل جائزا ان يكون طالبا مجردا يرجى فيه النجح كما أبدينا، لكن الأفضل أن يستعمل من موجبات الرحمة من الألفاظ والأزمنة والأماكن وما أشبه ذلك أرفع. وقد دلت أصول الشريعة على ذلك كله، وكفى في ذلك إشارة قوله عز وجل: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فهذه كلها أسباب في رجاء قبول الدعاء، لأن التفرغ من الأسباب. وأصل أنت ما تنفعش تبقى خاشع في صلاتك إلا ما تبقى متفرغ. ينفع تبقى خاشع في صلاتك يعني مع الله وأنت بينك وبين الناس خصومة، وبينك وبين الناس عداوة، وبينك وبين الناس غل وحقد وحسد، وبينك وبين الناس حب انتقام وحب تشفي، وبينك وبين ربك غير رضا، غير راضي بقضائه وقدره فيك، وغير قانع بما أقامك ورزقك فيه؟ ما ينفعش تبقى خاشع. يبقى الخشوع ده مقتضى فراغ القلب من كل ما يحجبك عن ربك، فلا مشاكسة مع الخلق ولا معاندة مع الأقدار. تبقى هنا فالح: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. لأن اللغو يؤدي إلى عدم الخشوع، فتعرض عن اللغو عشان تبقى خاشع. كأن ربك بيقول لك لو أنت عايز تبقى خاشع ابعد عن اللغو، وكل ما سوى الله لغو. فمعناه تفرغ تماما. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فهذه كلها أسباب في رجاء قبول الدعاء، لأن التفرغ من الأسباب يحصل منه حضور القلب والإخلاص والرغبة، يحصل منها دوام التدلل وتكرار الألفاظ المستعطفة والانتصاب، وهو الصلاة يستدعي جميع وجوه القرب فإنها أعلاها، فإذا أمر بالأعلى فغيره في الضمن. الوجه الثالث قوله عليه الصلاة والسلام: قل اللهم إني ظلمت نفسي إلى آخر الحديث. هنا بحث ما هو أي نسبة بين هذه الألفاظ وبين نسبة ما طلب الطالب. أنت تملي في الأدعية دعولي تقول له اديني أو ارفع عني، مش كده برضو؟ هنا ما قالوش اديني، ده ابتدى يقول إيه؟ ابتدى يعترف الأول بذنبه، ما قالش اديني ولا قال امنع عني، ده الاول قاعد في الاعتراف في التقصير، لان الانسان جبل على التقصير. انا قلت لك النهارده في خطبه الجمعه: لو قعدت تعبد ربك ليل نهار منذ ان خلقك الى ان مت فانت ما زلت مقصرا، لانك لم توفي شكر نعمه من نعمه. بس زي ما ضربنا مثال بالراجل بتاع بني اسرائيل اللي هو عبد ربنا 500 سنه وقال له ادخلوه الجنة برحمتي، قال لهم لا بعمل يا رب، قال له خلاص يا ملايكة تعال، زينوا أعمال وعبادته 500 سنة وحطوا قدام نعمة البصر، بس هل أدى شكرها ولا لا؟ راجحت نعمة البصر. فلما شاف المنظر ده الإنسان مجادل، قال خلاص يا رب برحمتك، لقى نفسه هيتفضح بقى. فاهم؟ فأنت مقصر لو عبدت الله طول عمرك وفوق عمرك وما عصيتوش لحظة وما نمتش ولا كلت ولا برحت بعد العبادة،
تبقى مقصر، فما بالك وانت ما بتعملش كده، فالتقصير ركبك ركبك، فانت ظلمت نفسك فعلا. فده اعتراف، والاعتراف بالحق ايه فضيلة، وتملي الاعتراف بالحق عند الملك المعبود يستوجب الشفقة عليك. تصور انت مثلا ابنك ولله المثل الاعلى جاي يقول لك انا يا بابا معلش انا غلطت في حقك وظلمت نفسي وعملت، تقوم ايه يصعب عليك تقوم تقول له خلاص سامحتك. انما اما يجي يجادل وهو غلطان تقوم تتغاظ منه وتعاقبه لانه اصلا غلطان وبيجادل كمان. فهنا برضو ايه دليل انك انت تبتدي الاول مع الله بالاعتراف بالعجز، لان العجز الاعتراف بالعجز عن اداء الشكر جعله الله شكر، كما انه جعل العجز عن ادراك الذات هو عين الادراك. لان العجز صفة العبد اصلا، خد بالك انت عبد والعبد عاجز، يعجز عن ادراك مولاه فلا تدركه الابصار لا يحيطون به علم ليس كمثله شيء، اعجزك. واعجزك ايضا انك لا تستطيع ان تحصي ثناء عليه او شكر لنعمائه، فانت عاجز من جميع الجهات، وانت في عز الطاعه عاجز، وعز الايمان عاجز، وعز التوحيد وانت عاجز. فاذا كنت عاجز في حال كمالك فما بالك بعجزك في حال نقصك. فاهم؟ دي المسائل دي كلها مهمه. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان يعلم سيدنا ابو بكر، وسيدنا ابو بكر ده مين؟ ده افضل الامه بعد النبي، يقول له ظلمت نفسي. ابو بكر يقول ظلمت نفسي، ما انا اقول ايه؟ قتلت نفسي، اهلكت نفسي، يا مصبت السوده، يا حسره على ما فرطت فيه في امر الله، مش كده برضه؟ او في جنب الله، او في كل ما تعلق بالله امرا وجنبا وكله. يا حسرتي، عارف انت لما الواحد يبقى ايه في ندم شديد يقول يا حسرتي، دي لغه حتى المصريين العاميه، يا حسرتي، يقوم القران يجيبها لك يقول يا حسره على ما فرطت في جنب الله. فعلشان كده الواحد لازم يعترف بعجزه. اذا كان سيدنا ابو بكر وسيدنا رسول الله بيقول ما فضلكم ابو بكر بكثره صلاه ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه، يعني اعترف له النبي بالفضل، يقوم ما يعلمه يقول له ظلمت نفسي. اذا كان ابو بكر هيقول ظلمت نفسي، امال انا اقول ايه؟ عشان تعرف ان الحكايه لازم تعرف انك انت فين في وسط الرجال. يعني احنا لو كنا قلامة ظفر عندهم نبقى يا سلام في غايه الشرف، لو قلامة ظفر، لكن ده احنا ما نجيش يعني حتة شعرة في رجله انفصلت منها ووقعت، ما نجيش. وبالرغم كده بيقول ظلمت نفسي، عشان تعرف حجمك، عشان تعرف حجمك. هنا بحث أو أي نسبة بين هذه الألفاظ وبين نسبة ما طلب الطالب، لأن المعروف من الأدعية الشرعية أن الألفاظ تقتضي بمتضمنها حرمة شيء من الأشياء وصفة من الصفات الجليلة والأسماء الرفيعة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. مثلا يقول مثلا اللهم يا عزيز يا كريم يا حنان يا منان، إنما اللهم ظلمت نفسي حاجة غريبة أوي، يعني حاجة كده يعني كأن النبي عايز يلفتك لحاجة معينة، خصوصا انه بيعلم مين؟ كبير كبراء الأمة، وانت فين؟ كقوله صلى الله عليه وسلم ان اسم الله الأعظم ما دعا به احد الا اجيب دعاء، وكقوله صلى الله عليه وسلم اذا سألتم الله فاسألوه بجاه فان جاهي عند الله عظيم. والآثار في هذا المعنى كثيرة، والأدعية المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم كثيرة. فالجواب عن ذلك من وجوه، الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من أبي بكر رضي الله عنه ما قصد بقوله أدعو به في صلاتي، أنه أراد دعاء الإجابة في معنى المقطوع بها، يعني عايز دعاء مستجاب مقطوع بإجابته. كونه بقى بيسأل النبي الطبيب الأعلى أعلم الخلق بالله، بيسأل النبي يعني معناه أنا عايز دعاء يا رسول الله أحطه في وقت صلاتي اللي أصلا وقت إجابة يبقى مستجاب 100%. يبقى معناه إن هو عايز دعاء بقى يعني إيه؟ يعني من أقوى الأدعية.
ويحصل له به خير الدنيا والآخرة بمقتضى الحكمة الشرعية. فأجابه صلى الله عليه وسلم بهذه الإشارة العجيبة، كأنه عليه الصلاة والسلام يقول: ليس على الله حق واجب حد، وإنما هي أسباب يسعد بها من يشاء ويحرم بها ويحرم من يشاء، فمن أسعده فمن عنده وبفضله. فاطلب أعلى الأشياء وهي المغفرة. ما احنا قلنا المغفرة معنى فضل، وانت أعلى حاجة تطلبها من الله فضل الله، واسألوا الله من فضله. ربنا قالك وسأل الله من عدله، ما انت لو سألته من عدله هينسفك، تقول له يا رب عاملني بالعدل، هتلاقي صاعقة مستنى تنزل عليه. هو ده العدل ده؟ والله لا، ده انت تقول يا رب عاملني بالفضل. لو بالعدل بقى مش هننفع. ولو ياخذ الله الناس بما كسبوا ايه؟ ما ترك على ظهري من داب. ولو ياخذ الله الناس بظلمهم ما ترك علي من داب. مره في الفاطر: ولو ياخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهري من داب. وفي سوره النحل: ولو ياخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من داب. يعني انت لو قلت يا رب عاملني بعدلك تتوقع صاعقة تريحنا منك على طول كده تنسف. لا، ربنا قال اسألوني من عدلي، قال اسألوا الله من فضله، والمغفرة من فضل الله. فكانوا بيعلموا انه يسأل من الفضل وما يسألش من العدل، ولا يسأل من ناحية الاستحقاق. لا، ده انا ظلمت واجرمت وعملت ذنوب كتير، فاغفر لي، ما انه لا يغفر الذنوب الا انت. يعني معترف بالجريمة، معترف بالعجز، معترف بالتقصير، ويسأل الله من فضله مش بالاستحقاق، وهو في صلاة وهو في عبادة. يعني كأنه لا يعتمد على عمله، لأنه هيدعي بالدعاء ده جوه الصلاة جوه العبادة، وإن يعترف بالتقصير وإنه ظالم نفسه وهو جوه العبادة، وهو الصحابي اللي نصر النبي، وهو الصحابي الصديق الأكبر الذي يعني يقال عنه أنه هو أول من أسلم، واختلف أول من أسلم الرجال، قيل أبو بكر، ومن النساء ستنا خديجة، ومن الصبيان سيدنا علي، ومن الموالي سيدنا زيد ابن حارثة، وعلى الخلاف المعروف، ومن العبيد بلال، وهكذا. فإذا كان هو بالحالة دي ويقول ظلمت نفسي في حال صلاته، يبقى أنت إيه؟ إتقل. لا، حطش في نفسك ألم تقول اه انا صليت ونسجد الاشراف الحمد لله جبنا البقره وال عمران. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا عم احنا عملنا حاجه، ده هو ربنا اللي اجراها علينا، وهو اللي قوانا، وهو اللي فرج لنا الوقت، هو اللي حفظنا، وهو اللي ملك لنا عقلنا عشان نعرف نقول، ده هو اللي عمل لنا كل حاجه، ده هو اللي ذكر نفسه على لساننا، ده احنا ما زلنا ما كنا الا مرآه لاظهار فضله علينا، بالرغم اننا ظالمين لنفسنا، الا انه تجلى علينا بمرآة فضله. ولو تجلى علينا بمرآة عدله لأظهرنتنا رائحة ما فعلناه في جنب الله، ولكن ده هو من فضل الله كلها. فانت اصلا غرقان في الفضل، هتروح فين؟ فاطلب اعلى الاشياء وهي المغفرة، كما تقدم البحث فيها في الاحاديث قبل من الاصل وهو الفضل، ولا تعلق خاطرك بغير ذلك. وهذا كما اخبر صلى الله عليه وسلم عن نفسه المكرمة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل احدا عمله الجنة. قال: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله بفضل رحمته. وهو عليه السلام الذي جاء باثر الحكمة، يعني كأن أنت بتعبد الله بالحكمة، يعني بتاخد بالأسباب، الطاعة والعبادة والصلاة والدعاء دي أسباب، لكن لا تعتمد على الأسباب، فتاخد بالحكمة وهي الأسباب، غير ملتفتا إليها وغير معتمدا عليها وغير ناظر أن فضل الله بعلة بسبب منك. تعالى الله أن يكون فضله معللا بعلة صادرة منك، لا، تعالى الله، لأن الله فضله بغير علة، لكن احترام الأسباب، لأن الأخذ بالأسباب تعبد. ربنا أرادك أنك تعمل كده عشان إيه؟ رحمة الله قريب من المحسنين. تعالى يا محسن خش في الإحسان عشان تبقى قريب من رحمتي، واضح؟ فده مجرد أخذ بالأسباب لكن بغير اعتماد عليها ولا التفات لها. فلا بد
أن تأخذ بالأسباب غير ملتفتا إليها أو معتمدا عليها. قال عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات افترضهن الله على عباده، فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن فإن الله جاعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة. والجمع بين هذين الحديثين أن نقول: الوعد بالخلاص لمن جاء بالأعمال كما مر مقام العوام، وهو وعد حق يوفي لهم به ومن أوفى بعهده من الله، وبقي الخلاص بمقتضى الأعمال مع إبقاء عملها والحفظ عليها رعيا لحكمة الحكيم. وتعلق الخلاص الحقيقي هو بمجرد الفضل، وهو مقام الخواص مثل سيدنا صلى الله عليه وسلم الذي هو من خواص خواص الخواص والتابعون له بإحسان إلى يوم الدين. وأبو بكر رضي الله عنه من الخواص، وكيف لا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما فضلكم أبو بكر بكثرة صوم ولا بصلاة، ولكن بشيء وقر في صدره والمطلب الذي طلبه هو من النبي صلى الله عليه وسلم مقام العوام. فكأنه عليه الصلاة والسلام يقول له بالضمن: أنت من قوم ليس هذا مقامهم، بل نهيبك على ما يقتضيه مقامك، وهو مقام الخواص الذين يجمعون بين الشريعة والحقيقة. فالشريعة هي الأعمال والدعاء والمحافظة على ذلك، والحقيقة هي ألا يرى شيئا من الخير في الدارين إلا بمجرد الفضل لا غير. واضح؟ ويترتب على هذا من الفقه أن يحمل كل إنسان على ما يقتضي حاله وإن لم يكن هو يطلب ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أنزلوا الناس منازلهم. وهذا عام ووجه آخر، وهو أنه عليه الصلاة والسلام جعله يطلب مقصده من عند مولاه جل وعز، لأنه إذا كان من عنده سبحانه بلا واسطة من محل النقص وهي العبودية كان أكمل. ثم نجح له المسألة بذكر هذين الاسمين الجليلين، وهما الغفور والرحيم، الذي مقتضى أحدهما أن يعطي إذا سئل، وقد سأله مما عنده فكان أبدر في تحصيل ما طلب. والاسم الآخر يقتضي المغفرة، ومن غفر له فقد رحم، ومن رحم أيضا فقد غفر له. واحتمل وجها آخر، وهو أن الدعاء متوقف قبوله على المشيئة لقول عز وجل: بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. فجعل عز وجل الإجابة مرجوة غير مقطوع بها، وقال عز وجل في المضطر: أمن يجيب المضطر إذا دعا، فجعلها مقطوعة. يبقى مع المضطر جعل الإجابة مقطوعة، ومع الدعاء بغير اضطرار جعله طبقا للمشيئة، قد يجيب وقد لا يجيب. فأوجب تعالى بفضله إجابة المضطر بالوعد الجميل: ومن أوفى بعهده من الله. فنقله عليه السلام من صيغة الدعاء الذي صاحبه بين الخوف والرجاء إلى حالة المضطر التي الإجابة فيها مضمونة، وحقيقة الاضطرار تؤخذ من قوله: ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا أنا مضطر، أنا اعترفت أن أنا الذنوب خلاص حوطتني ولا مخرج لي منها إلا بك، كأن أنا غرقان غرقان. زي سيدنا علي زين العابدين كان يدعي ربنا يقول له ايه: اللهم اني ادعوك دعاء الغريق الغريب ابن السبيل الذي لا يجد له منجا الا انت. يعني كانه بيشبه نفسه بحال الاضطرار الشديد، غريب وغريق وابن سبيل، يعني حتى انقطع به الطريق. شوف سيدنا علي زين العابدين كان يدعي ربنا ازاي: كلما استشعرت الاضطرار كلما كنت اقرب للاجابه. فقام ايه سيدنا رسول الله نقل سيدنا ابو بكر الى حل الاضطرار عشان تبقى اجابته مقطوعا بها، مش مرجوه، لا ده مقطوع بها. اما يجيب المضطر اذا دعاه، اي ليس لي حيله في رفعه، فهذه حاله الافتقار، لان من لم يقدر ان يقوم بما يغفر ذنوبه فهو مضطر حقيقي، لانه لو كان معه ذنب كبير وكان معه شيء كثير مما يكفر به الذنوب ما قال اغفر لي مغفره من عندك، اي ليس لي موجب لها. فصح بمتضمن هذين اللفظين حقيقة الافتقار المحض، فحصل له ما طلب. ما قالوش يا رب اللهم إني ظلمت ظلما كثيرا فاغفر لي بنصرتي للنبي، بهجرتي مع النبي، يعني يجيب حاجة عملها كبيرة بتصديقي للنبي، ما قالش كده. ده كأنه مش شايف إنه عمل حاجة خالص، ده كأنه غريق ومش لاقي حتى الشاي يمسك فيه. فهمت بقى؟ لأنه لم يركب شيء مما قدمه، مع أنه قدم الكثير سيدنا أبو بكر. وفي النفس حاجات وفيك فطنة، إذا كما أبي وأمي من معلم
ومتعلم، ما أحسن آثارهما وأنور بواطنهما وأجل أحوالهما، أعاد الله علينا من بركتهما بمنه، واحتمل مجموع الوجوه كلها، لأنها كلها كما قيل كل الصيد في جوف الفرى. الوجه الرابع والأخير، هنا بحث في قول هذا السيد رضي الله عنه ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هل هو حقيقة أو مجاز؟ فأما أن يكون مجازا فهذا مستحيل أن يقول النبي، يعني كأنه ظلمت نفسي ظلما كثيرا، يعني كأن أنا بعترف بشيء أنا مش فيه، تبقى معناه مجاز مش حقيقة، يعني بيمثل على ربنا يعني ويقول له أنا ظلمت وهو شايف من جوا أنه ما ظلمش. لا، ده أكيد معترف بحق، مش بيقولها مجازي كده وخلاص. لا، فهذا مستحيل أن يقول النبي شيئا يوجب المغفرة فيكون مجازا. ولا أبو بكر أيضا أخاطب المولى الجليل بالمجاز عند موطن الرغبة، فلم يبقى إلا أن يكون حقيقة، وإذا كان حقيقة فما هو، لأن ما يكون قبل الإسلام لا يؤخذ به. طب ظلم نفسه يعني قبل الإسلام، طب ما قبل الإسلام لا يؤخذ به، وبعد الإسلام هو السيد القدوة في الخير، فما هذا الذنب؟ فالجواب وهو ما تقدم في الحديث قبله عند قول الله تعالى يا ابن آدم ما أغدرك، لأن الأصل كما تقرر هنا فما كان من خير في الدنيا وفي الآخرة فهو من فضله جل جلاله. حتى نصرته للنبي فهي من فضل الله عليه، حتى تصديقه للنبي فهو من فضل الله عليه، حتى معاونته للنبي في النفقة في الغزوات وفي غيره فهي من فضل الله عليه، فهو لم يفعل شيء في الحقيقة، فهو ظالم نفسه لأنه لم يؤدي شكر هذه النعم أصلا، فهو برضو ظالم نفسه حقيقة. فهو من فضله جل جلاله، إما بهداية لموجب ذلك من الأفعال التي نصبتها الحكمة الإلهية لذلك، أو بمجرد العفو والفضل بلا موجب من عمل يؤيده، يؤيد ما قلنا قوله وما بكم من نعمة فمن الله، وقوله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، وقوله عز وجل إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فأخبر الصادق عليه السلام الصديق رضي الله عنه أن يقر بالأصل وهو الاعتراف بما طبعت النفس عليه وهو حقيقة الحق، ويطلب الخير التام على ما بحثنا عليه وهي المغفرة والرحمة كما تقدم، البحث من الأصل الحقيقي وهو من عند الغفور الرحيم. ولذلك يقول بعض من نسب إلى الخير كل شيء يكبر في هذه الدار إما حسا وإما معنا إلا النفس عند أهل التحقيق والمعرفة، كلما زادت معرفتهم زادت النفس عندهم حقارة وذلة. وهذا الحديث شاهد على ما قاله، لأنه إذا كان الذي تناهى في الصدق والتصديق رضي الله عنه عند تناهيه وطلبه الحق والأمور حقيقة رد إلى الاعتراف العظيم كما أبدأناه، فهل بقي من النفس عند هذا السيد شيء له قدر معاذ الله؟ فمن أراد الخلاص والإخلاص فلينسج على منواله ضمن الله في سلكهم بمنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يجزي عنا سيدنا أبي بكر وسائر صحابة رسول الله خير الجزاء، وهم يا سميع ويا بصير. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي تجليت عليه بقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو صلى الله عليه وآله وسلم السميع البصير. صلاة تكون بها سمعي وبصري فأصبح ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأبصر بها عجائب آياتك في مصنوعاتك فأزداد إيمانا على إيمان وإيقانا على إيقان يا رحمن. اللهم يا حكم يا عدل يا من يحكم في كونه لا معقب لحكمه، ويا من حرمت الظلم على نفسك وجعلته بين العباد محرما وأمرت بالعدل بقولك عدلوا هو أقرب للتقوى، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي أنزلت إليه الكتاب ليحكم بما أريته فيه من أحكامه، وجعلت علامة الإيمان قبول حكمه والاستسلام لقضائه، فقلت وقولك الحق فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، فكان أحكم من عدل وأعدل من حكم. صلاة أرضى بها بأحكامك وأعدل بها في أحوالي وأعمالي، فلا غضب يدعوني إلى الجهل أو الظلم ولا إفراط ولا تفريط في طاعة ولا عبادة،
وأعدل في أحكامي فلا أزيغ أو أضل، فتهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، وأن أرى الحق حقا وترزقني اتباعه، وأرى الباطل باطلا وترزقني اجتنابه ظاهرا وباطنا، لتختم لي بخاتمة السعادة يا الله. ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. اللهم يا لطيف، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، الذي لطفت به لطفا ذاتيا فلم يدركه سابق ولا لاحق، وأغنيته لتغني به الأكوان، وهديته لتهدي به إلى صراطك المستقيم، وصار ليس كمثله مخلوق، لأنه رسول من ليس كمثله شيء. صلاة أرى وأشعر وأحس بلطفك الخفي بي في جميع شؤوني الظاهرة والخفية، لأتحقق بذلك مستلما نفسي إليك، ومتوكلا عليك، ومفوضا أمري إليك، ثقة فيك ورضا بك، يا لطيفا بالعباد، يا من لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير.